متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مشجعي نادي شباب الوزداد الجزائري، وأثناء مواجهة ضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب 5 جويلية، لم يفوت الفرصة للتعبير عن رفضهم وسخطهم لما يجري للشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى من طرف الكيان الصهيوني. أحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.